وفي هذه اللحظات تمت انطلاقة ثالث شواطة صباح هذا اليوم في شارة العاصمة المدعومة من السيد صالح بن راشد الدعباء الدعم الرسمي لسباق هذا اليوم بمناسبة فوز العاصمة لسيد جار الله بن محمد بن عقيل ببرج المقطع في المرموم. نقول تهانينا والناموس للسيد فيصل للسيد جار الله بن محمد بن عقيل على هذا الفوز. في هذه اللحظات اللي في أول المراكز هذه العفريت للسيد سعيد بن سيف بن دايل النعيمي في أول المراكز، أما في ثاني المراكز اللي واصلة في هذه اللحظات هذه نزاعة للسيد سعيد بن عبدون المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز الواعي للسيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي واصل شعار الأفجح في هذه اللحظات هذه شهودة للسيد هادي بن سالم الأفجحي بينتزع الكاسة الكاس المقدم لهذا الشوط والمدعوم من السيد صالح بن راشد الدعب. أما في رابع في خامس المراكز هذه غزالة للسيد أحمد بن علي أحمد بن عبد الله النعيمي في خامس المراكز في هذه اللحظات. نزع انتزعت المركز الأول للسيد سعيد بن عبدون ولكن تسللت من الجانب الأيمن الواعي للسيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي في هذه اللحظات في أول المراكز هذه الواعية بتعود ملكية الواعي للسيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي. أما في ثاني المراكز هذه نزاعة للسيد سعيد بن عبدون وفي ثالث المراكز هذه شهودة للسيد سالم هادي بن سالم باللفجح المري تنتزع المركز الأول في هذه اللحظات وسللت من العمق وانتزعت المركز الأول هذه شهودة ويدعون ملكية الشهودة للسيد هادي بن سالم باللفجح المري في هذه اللحظات انتزع المركز الأول. أما في ثاني المراكز هذه نزاعة للسيد سعيد بن محمد بن دايل النعيمي ولكن شهودة انتزعت المركز الأول شهودة. نقول تهانينا والناموس للسيد هادي بن سالم باللفجح المري على هذا الفوز. أما في ثاني المراكز هذه الواعي للسيد سعيد بن محمد بن دايل النعيمي في ثالث المراكز اللي هي نزاعة للسيد سعيد بن عبدون المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:16:58 جزء من الثانية. نقول تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.